فكره ابو جبل. انا كنت لسه عايز اقول لك انا عايز ابدا بقصه ابو جبل. بصراحه يعني مبدئيا توقيت الاعلان عن التفاوض او ان ابو جبل رايح الاهلي انا بالنسبه لي توقيت كارثي. ان ما ينفعش يبقى الراجل دلوقتي هيبقى الحارس المرمى الاول للمنتخب وهي داخل على ماتش مهم والناس تعلن ان الراجل رايح نادي الاهلي. ايا إن كان انت مين، انت في الاول وفي الاخر بني ادم، كده كده اكيد هتاخد من تركيزك وكده كده اكيد هتاخد من وقت من تفكيرك حتى. ده رقم واحد. رقم اتنين، لو النادي الاهلي فعلا الغى فكره التعاقد مع ابو جبل عشان قصه ماتش امبارح، فاحنا برضو في كارثه. ان احنا لو بنقيم اللعيب او الحارس المرمى على ماتش، او يعني ابو جبل تاريخه كبير قوي ان هو هنقيمه على ماتش واحد، هو مش ناشئ او مش لعيب لسه جديد. دي حاجه ثانيه. حاجه ثالثه، ولا على ضربه جزاء ولا على ضربه جزاء طبعا. الحاجه الثالثه والاهم، ان لو فعلا عشان الكلام ده اتردد فعلا، يعني ان لو الشناوي زعل ان ابو جبل جاي والاهلي رجع في كلامه عشان القصه دي، فاحنا برضو في قصه كبيره بقى. يعني ده لازم نربطه باللي بيحصل في منتخب مصر، ولازم رأي. انت ربط ورأي، لان يعني انا الشناوي حقه، بس لو انا كنادي اهلي مستني اشوف اللعيب اللي عندي هيزعل ولا لا، دي كارثه. خلاص يبقى انا لما اشوفه هو، انا معلش انا اسف، انا اسف على ابو جبل واصمم عليه ما اعملش معاه الحركه دي. بمعنى يعني ان انا يعني خلاص كنت اتفقت مع ابو جبل ان هو طب ممكن اسالك سؤال بقى اهم من كل ده؟ اتفضل. انا في اول السنه لما انا باخد قراري وانا بعمل سكواد بتاعي، انا عندي حارس رقم واحد، حارس رقم اثنين، حارس رقم ثلاثة، صح؟ طبعا. عندك محمد الشناوي فارق، مش هنكذب يعني، فارق عن اي حد في مصر، مش فارق عن مصطفى شوبير. اكيد. خلاص، مش وارد في اي وقت من في السيزون ان محمد الشناوي يحصل له حاجه. حصلت. صح. لو انا بقى مش واثق في مصطفى شوبير من الاول، يبقى لازم كنت اجيب له حد من الاول خالص. صح ولا غلط؟ انا دلوقتي لو مصطفى شوبير هو اللي حقه يزعل بقى، مش محمد الشناوي اللي حقه يزعل، مصطفى شوبير. انا دلوقتي طبعا هاخد الفرصه امتى؟ يعني تفهم قصدي؟ فالموضوع كله متدار بالنسبه لي، يعني بالذات في الاربع خمس ايام الاخيره دي، الموضوع كله بالنسبه لي متدار غلط. انا مش فاهم هو الراجل جه فين ومشي منين، ومصطفى شوبير قاعد ولا ماشي؟ طب ولو ابو جبل جه مصطفى شوبير هيبقى ايه موقفه؟ الكلام ده كله مش باين ومش واضح. فكان لازم بالنسبه لي الحاجات دي كلها تبقى واضحه يعني من الاول. يعني طارق، ابو جبل وعقه برضو امكانيه وجود شوبير انه يكمل وياخد فرصه. يعني كابتن محمد، هو لو هنقول ان يعني طبعا انا متفق مع وصف كل اللي قاله، ان كل الاحتمالات اللي عاوز طرحها دي فعلا هي كوارث بالنسبه للنادي الاهلي، وهم بيفكروا بالشكل ده اللي هم رفضوا مثلا التعاقد مع ابو جبل. كوارث الكره المصريه، هي قافه في الكره المصريه. طبعا اللي هم فكروا اللي هم يستبعدوا التعاقد مع ابو جبل بسبب الماتش بتاع امبارح، فدي كارثه كبيره جدا. لان انت ما ينفعش ابدا تحت اي حال من الاحوال انت تقيم الحارس او لاي لاعب بناء على ماتش واحد. احنا بنشوف الناس في اوروبا لما بييجوا يشتروا لعيب معين سنة. من اي بلد في العالم لازم بيبقى فيه فريق مكشفين وفريق محللين اداء بيتفرجوا على اللعيب ده ويفصصوا كل التفاصيل اللي في اللاعب علشان يعرفوا هو فعلا مناسب للفريق بتاعه ولا لا. فمفيش منطق في الدنيا يخلي فريق ياخد قرار على لعيب من ماتش واحد. ففعلا دي كارثه لو هما بيفكروا بالشكل ده. اما لو هي مساله ان هما سالوا الشناوي والشناوي قال لهم لا انا مش قابل بوجود ابو جبل، فده برضو معناه ان كل الانديه بعد كده قبل ما تتعاقد مع اللعيبه تروح تسال اللعيبه اللي بتلعب في الفرق الاساسي، وايه رايك نتعاقد ولا لا؟ ومفيش حد هيشتري اللعيبه، لان كل لعيب بيلعب هيقول لك لا ما تجيبش حد، فمفيش حد هيشتري حد. فلو هو ماشي بالمنطق ده فده طبعا برضو منطق كارثي. اما بالنسبه للفكره نفسها اللي انت اصلا تجيب ابو جبل في وقت زي ده علشان يكون حارس الثاني للشناوي بعد اصابه الشناوي، فده معناه ان انت بتقتل شوبير. طبعا شوبير حارس عنده 24 سنه خلاص وهيكمل 25 سنه، هيلعب امتى؟ يعني لو انت في الوقت ده مش مقتنع اللي هو ممكن يكون حارس اساسي او حارس اول لنادي الاهلي، طب انت هتلعبه امتى؟ ما قعده ليه؟ يبقى الحارس يخرج. يبقى انا لو من مكان مصطفى شوبير ولقيت ان ابو جبل جاي في الوقت ده للنادي الاهلي في الوقت اللي الشناوي اتصاب فيه، وانا عارف ان الحارس الثاني من اول الموسم، وبعد كده لقيت مره واحده جابوا جبل عشان الشناوي اتصاب، اول حاجه هعملها ان انا هطلب امشي من النادي الاهلي. انا قلت مش هقعد. قلت مصطفى شوبير احنا بنتكلم، وده اللي لازم قلت له لو جالك حد انت اطلع يعني اعاره بقى، لا اطلع اعاره والعب.